خراط متواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والتزام راسخ من سموها بالنهوض بأوضاع المرأة والدفاع عن حقوقها وحمايتها. وفي اليوم العالمي للمرأة تترأس صاحبة السمو الملكي حفل تخليد هذا اليوم الذي ينصب حول مناهضة ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء. وهنا تزور صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم المختبر الذكي للابتكار والإبداع الذي وضعه الاتحاد الوطني لنساء المغرب رهن إشارة الشباب والشابات الذين يتوفرون على أفكار لمحاربة التحرش الجنسي، مختبر أحدث بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. هذا المختبر يتضمن سلسلة من التصاميم التكنولوجية والتطبيقات التي يمكن أن تساعد على مناهضة التحرش الجنسي، كما يتضمن تصاميم لأجهزة ذكية يمكن أن تستعين بها النساء والفتيات للإخبار عن تعرضهن للتحرش الجنسي والحصول على الدعم الضروري. L'harcèlement sexuel. وخلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تم عرض شريطي فيديو تحسيسيين حول ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء. ما عرفتينيش؟ ضربنا. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم مراسيم التوقيع على اتفاقيتي الشراكة، تتعلق الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري. كيف ما كتعرفوا الوسط المهني هي عشرات الالاف من المقاولات، كاين مقاولات كبيره ولكن كاين كذلك مقاولات صغيره. الخراط ديال الفاعلين اليوم هو من اجل تتبع دقيق لهذه العمليه هذه ونخرجوا الاحصائيات ونجندوا المفتشين اللي عندنا ديال الشغل وعدد من الاليات باش هذه الامور هذه تراقب وباش فين ما كان شي تصرف يمكن اللي مسؤول على التصرف يلاقي الجزاء والعقاب ديالو. وللتوقيع على الاتفاقية الثانية حول الابتكار والعمل عن قرب. الاتفاقية الثانية الموقعة أمام صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم تتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي وعمل القرب. هذه واحد اتفاقية اللي تتعبأ كل وسائل داخل المؤسسات التعليمية لأولا لتحسيس التلاميذ حول ظاهرة العنف ضد النساء وضد الفتيات أو ظاهرة التحرش، وفي نفس الوقت تتخلق تتحدث واحد خلايا ديال اليقظة اللي يمكن لها تدافع وتحارب هاد الظاهرة. الهدف هو التحسيس طبعا عبر وصلات، عبر برامج تحسيس الأسر، تحسيس المجتمع، تحسيس حول أن العنف، أن التحرش الرقمي، أن التحرش الجنسي عفوا هو يعاقب عليه القانون ولهذا يجب أن نحاربه جميعا. هاد الاتفاقية عندها واحدة رمزية خاصة لأنها اليوم هو اليوم العالمي ديال المرأة. كما قلت لكم هذه الاتفاقية الهدف ديالها هو اعتماد الرقمنة باش نعرفوا أكثر من موضوع التحرش الجنسي مختلف الأشكال والأبعاد دياله. وتميز هذا الحفل بتقديم صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم لجائزة لالة مريم للابتكار والتميز لثلاث شابات صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم القروي ومن العالم الشبه حضري. المشروع ديالي اللي هو لا ليفغيزون ا دوميسيل في الجهات بني النار خنيفرة، انا سعيده بهذه الجائزه ديال لجائزه لالة مريم ديال الابتكار والتمييز النسخه الثالثه. المشروع ديالي هو عباره عن وحده لتدوير مخلفات عصر الزيتون لانتاج الفحم الايكولوجي. سعيده بالحصول ديالي على هذه الجائزه هذه اللي هي واحد البادره والالتفاته رائعه. انا سعيده بالحصول على جائزه لالة مريم للابتكار والتمييز في النسخه ديالها الثالثه. والمشروع ديالي كيخص الزراعة الدقيقة باستعمال طائرة بدون طيار أو الدرون.
هذه الجائزة أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب عام 2020 من أجل تشجيع المبادرات النسائية الرائدة وتقوية روح المقاولة عند النساء، وهي موجهة للفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و40 سنة من الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.